بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. إن شاء الله النهاردة هنكمل في موضوع الزلازل بتاعتنا، وهنبتدي نشوف ندرس المبنى بتاعنا هل هو محتاج إن احنا ندرسه كديناميك أناليسز ونحط له ريسبونس سبيكترم ولا لأ. في كل الحالات سواء هل هو هيحتاج أو مش هيحتاج، انت هنحط له الريسبونس سبيكترم بحيث إن احنا نتعلم إزاي نحط الريسبونس سبيكترم على برنامج الروبوت. وفي شغلنا عموما احنا على طول بنحط فيه الديناميك اناليسز للمبنى بتاعنا علشان خاطر نقدر نصمم واحنا مطمنين عليه. واحنا دلوقتي هندرس الفيرتيكال الريجولاريتي والهوريزونتال الريجولاريتي في المبنى طبقا لليو بي سي 97 وطبقا للاي اس سي 710. فاول حاجه بس كده ندخل على الباوربوينت بتاعنا كده، هنتكلم دلوقتي على شوية حاجات نظري مهمة جدا. أول حاجة النمبر اوف مودز، زي ما احنا قلنا انه النمبر اوف مودز كان بيسمح لك انه الماس المشاركة او نسبة الكتل نسبة مساهمات الكتل النمطية لا تقل عن 90%. فلو حضرتك شفت هنا كده بيقول لك ايه، انه requirement of section 16-31-4-1 that all significant modes be included may be satisfied by demonstrating that. ده المهم بقى هو ان the modes considered at least 90% of the participating mass of the structure is included in calculations. يبقى لازم ان نسبة مساهمات الكتل النمطية زي ما قلنا تكون كام، تكون 90%. ده برضو جملة بيقولك انه ينصح باستعمال التحليل الديناميكي عندما تزيد قيمة اللامركزية بين مركز القساوة للجمل الانشائية ومركز الثقل الكتل او مركز ثقل الكتل عن 20% من بعد الايه، من بعد المنشأ او بعد المبنى في اي من الاتجاهين او في كليهما. بمعنى ان الازاحة لو انا مثلا بدرس القوة في اتجاه واي، فإن الإكسنتريستي ما بين السنتر أوف ماس والسنتر أوف ريجيديتي إذا زادت عن 20% من الطول اتجاه الدراسة، لو أنا القوة بتاعتي في اتجاه واي يبقى إذا الطول اتجاه الدراسة هو الإكس، يبقى إذا ال إكس بتاعتك إذا كانت الإكسنتريستي أكبر من 20% من ال إكس يبقى يجب إن أنت تعمل تحليل ديناميكي للإيه؟ للمبنى بتاعك. طيب بالنسبة لموضوع الماثيماتيكال موديل، فبيقول لك انه من الضروري ان انت تعمل 3 dimensional model او 3 دي موديل يعني لمين، لتعمل التحليل الديناميكي للمبنى اللي بيكون موجود فيه عدم انتظام كبير. لو انت جيت تقرا كده النص كده قال لك انه الثري، احنا بنقرا دلوقتي اللي تحته خط احمر، الثري dimensional model shall be used for the dynamic analysis of structures with highly irregular plan configurations such as those having a plan irregularity defined in table 16M. هنتعرض للتيبل دوت وناخد كل الحالات اللي موجودة فيهم تقريبا 5 حالات ونشرحهم بالرسومات بتاعتهم. And having a rigid or semi-rigid diaphragm. And having a rigid or semi-rigid diaphragm. ادي ده التيبل اللي هو 16M. بنصحك يا باش مهندس ان انت تكون معاك اللوحة اللي هو البلان ستراكشر ريجولاريتي الصفحة دي والصفحة بتاعت الفيرتيكال ستراكشر ريجولاريتي اللي هو الصفحة دي، تطبعهم بعد اذنك علشان خاطر تكون مركز واحنا شغالين. اول حاجة في البلان ستراكشر ريجولاريتي او قبل ما نتكلم عن كل بند من البنود دي، احنا ان شاء الله بندعمها برسومات توضيحية بحيث ان حضرتك تكون مستوعب الكلام اللي احنا هنقوله ان شاء الله. التورشن الريجولاريتي بقى قال لك انه تورشن الريجولاريتي to be considered when diaphragms are not flexible، لما الديافرامات مش flexible. وقال لك انه التورشن الريجولاريتي shall be considered to exist when the maximum stored drift، لما الماكسيم دريفت بتاعك computed including accidental torsion، زي ما انت عارف ان احنا عندنا accidental torsion at one end of the structure transverse to an axis is more than 1.2 times، اكبر من 1.2
average story drift of the A of the two ends of the structure. لو احنا شفنا الكلام ده لانه التورشن ريجولاريتي ده حاجة مهمة جدا، بيقول لك ايه، ادي عندك هنا الدريفت اللي عندك هنا اهو، ده الماكسيمم دريفت، ده الماكسيمم، وعندك هنا ده المينيمم، واللي موجود في النص ده الافريج، وادي عندك القوة اللي بتتحرك وفيها اكسنتريستي 5% اللي احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، 5% اكسنتريستي من السنتر اوف ماس. فقال لك ادي دلتا واحد، لو شفنا الرسمة الصغيرة اللي موجودة على الشمال دي، ادي ده دلتا واحد الصغيرة، وادي ده دلتا اتنين. فاذا كان دلتا واحد اكبر من 1.2، دلتا واحد زائد دلتا اتنين على الاتنين اللي هو المتوسط، يبقى انت اصبح عندك تورشنال ريجولاريتي. ده يا باشمهندس ملخص الجملة اللي موجودة هنا ده، تمام، اللي هو 1.2 تايمز الافريج ستوري دريفت. بص كده عندك ثلاث حالات يا باشمهندس في الـ ASCE 17. قال لك اذا كانت الدلتا ماكس اقل من 1.2 الدلتا افريج، يبقى اذا نو ريجولاريتي، لا يوجد عندك عدم انتظام في موضوع التورشن ريجولاريتي، خلاص. اذا كانت الدلتا ماكس اقل اكبر من 1.2 واقل من 1.4 الدلتا افريج، اذا عندك الريجولاريتي. اذا كانت الدلتا ماكس اكبر من 1.4 فهذا يسمى اكستريم الريجولاريتي، اكستريم الريجولاريتي، تمام. وهنا ده اللي هو الهوريزونتال تورشنال مومنت الامبليفيكيشن فاكتور، ده هنتكلم عليه فيما بعد، ماشي، هنتكلم عليه ونعرف ازاي نعمله على الروبوت. طيب الحالة التانية اللي هو الري انترانت كورنرز، او اللي هو بيسموها الزوايا الداخلية. تعال نقرأ البند ده، وعايزك واحنا بنقرأ هتتخيل الصورة اللي موجودة قدام حضرتك دي كده، وهنرجع لها تاني. ري انترانت كورنرز عفوا، بلان كونفيجريشنز اوف ا ستراكشر اند اتس لاترال فورس ريزيستنج سيستم كونتين ري انترانت كورنرز، بيسموها زوايا داخليه او بيسموها ردود، ان انت عندك في حصل ردود في المبنى. وير بوث بروجيكشنز، كلا المسقطين اوف ذا ستراكشر بيوند ا ري انترانت كورنر ار جريتر ذان 15%، اكتر من 15% اوف ذا بلان دايمنشن اوف ذا ستراكشر انا جيفن ايه دايركشن. تعالى نشوف الجملة دي بالرسمة التوضيحية زي ما انت حضرتك شايف كده. الرسمة اللي قدام حضرتك دي في الاليفيشن، والرسمة اللي قدام حضرتك دي موجودة في البلان، تمام كده. فقال لك الري انترنت كورنرز او الزوايا الداخلية او الردود، بيسموها الردود، البروجيكشن بيوند ري انترنت كورنر، اذا كان عندك البي اكبر من 15% ايه، ده بالنسبة لفين، في الاتجاه الرأسي، ان انت عندك كده دلوقتي ان المبنى في الاليفيشن زي ما انت شايف في الاليفيشن، ادي عندك ده في ارتفاع معين، في ارتفاع معين اللي هو الاي ناقص البي، الارتفاع دوت موجود له ارتفاع، وبعد كده موجود له حصل ردود في الاي وفي الدي، وله ارتفاع تاني، كويس كده. فنقارن ما بين الارتفاعين اللي هو ارتفاع، تعالى برضو عشان نوضح اكتر لما نتكلم في الجزئية دي. فقال اذا كان الارتفاع ده، نتكلم على الارتفاع ده، ماشي، اكبر من 15% من الارتفاع ده، اكبر ب15%، تمام، يبقى اصبح كده عندك ايه، عندك حالة عدم انتظام، وهي الزوايا الداخلية او الري انترانت كورنر. اذا كان الارتفاع زي ما قلت ده اكبر من 15% ده اللي هو البي اكبر من 15 اسف معلش اذا كان الارتفاع اللي هو بي، خلينا بس نعمل الخط ده كده عشان يبان، ماشي، و اذا كان عندنا الارتفاع ده، تمام، اكبر من 15% من الارتفاع الكلي للمبنى،
يبقى اصبح هذا عدم انتظام في الزوايا الداخليه او في الريانترنت او الردود. تمام. طيب يبقى اصبح بالشكل اللي انت شايفه. اذا كانت البي اكبر من 15% ايه يبقى اصبح هذا عدم انتظام. اذا كانت الدي لو احنا جينا بقى حبينا نشوف ادي الدي اهو الردود اللي هو موجود هنا ده. اذا كانت الدي اكبر من 15% من السي من البعد الكلي يبقى اصبح هذا ده ايه ده عدم انتظام. وكذلك الاي اذا كانت الاي اكبر من 15% من السي يبقى اصبح به عدم انتظام. ده بالنسبه لمين؟ للمسقط الراسي. تمام كده. يبقى ده بالنسبه للردود في المسقط الراسي او في الاليفيشن اللي هو انت عندك بالشكل ده. لو انت حبيت تشوفه بشكل اوضح في برضو هنا في البلان. ازاي في البلان؟ فقال لك اذا كانت البي واي اكبر من 15% من ال واي او 15% ال واي يبقى ده برضو الريجولاريتي اكزيستس او موجود فيها حالة عدم انتظام. واذا كانت البي اكس اللي هو البعد ده اكبر من 15% من البعد الكلي اللي هو البعد ده يبقى اصبح كده فيها حالة عدم انتظام. تمام كده. واذا كانت البعد ده اكبر من 15% من البعد ده احنا بنتكلم دلوقتي في البلان يبقى اصبح كده حالة عدم انتظام اللي هو بالشكل اللي هو قدام حضرتك ده. جميل. ده الحالة التانية. طيب عاوزين نرجع كده ونشوف الحالة التانية اللي هو الديفرام discontinuity او عدم الاستمرارية في الديفرام. قال لك انه ديفرام with abrupt discontinuities or variations in stiffness او انه في اختلاف في الاستيفنس في الديفرام سواء في عدم استمرارية او في اختلاف في الاستيفنس او في بيسموها القساوة including that او those having cutouts or opening areas. العدم او الفاريشن ده نتج من ايه؟ نتج من وجود قطوع في البلان او وجود فتحات كبيرة في البلان. اذا كانت هذه النسبة greater than 50% of the cross included area of the diaphragm اذا كانت مساحة الاريا opening او الفتحات ديت اكبر من 50% من الاريا بتاعة البلان بتاعك يبقى هذا يمثل حالة عدم انتظام. تعال نشوفها كده الصورة اللي قدام حضرتك اللي هي دي. تمام. زي ما انت شايف كده اذا كانت انت عندك البلان الاساسي اللي هو الاي بي اللي هو مساحته A في B يعني وعندك الاوبننج هنا اللي هي XY. تمام كده. فاذا كانت XY مساحة الفتحة اكبر من 50% من ال A في ال B يبقى هذا يمثل عدم انتظام في البلان نتيجة ايه اللي هو diaphragm discontinuity. تمام كده. برضو الحاجة الرابعة اللي هو out of plan offset. out of plan offset ده اللي هو discontinuities in lateral fourth pass عدم استمرارية في مسار القوى الأفقية في مسار ايه lateral fourth pass او في مسار القوى الأفقية اللي هو such as out of plan offset of the vertical ايه of the vertical element اللي هو زي جدار قص حدث له انتقال في الطابق الأعلى إلى موقع آخر موازي له في غير مستوي. لو حبينا نشوف صورة للكلام دوت اللي هو الصورة اللي قدام حضرتك دي. تمام. زي ما انت شايف كده انه حصل عندك جدار قص وحصل عندك هنا ده ادي جدار قص تاني اهو. الجدار القص ده مفروض انه هو مكمل من الاول للاخر؟ لا ده كان عمودين وبعد كده طلع فوق جدار قص. هل هذا ممكن؟ نعم ده ممكن ان هو يحصل الحالة دي. او في كمان انه ممكن يكون جدار قص شايف انت الجدار ده. تمام. ممكن ان هو ما يكملش يتشال خالص ويكون الجدار ده كمل هنا. فهمني بمعنى انه اصبح دلوقتي عندك الجدار ده هو اللي موجود وكمل فوق بالجدار ده وهنا تحت في عندك ايه في عندك عمودين. اذا ده اسمه out of plane offset. out of plane ايه offset. جميل كده. طيب
نشوف الحالة الخامسة والأخيرة اللي هو الـ Non-Parallel System، أو اللي هو حالة عدم التوازي، الـ Vertical Lateral Load Resisting Element are not parallel to or symmetric about the major orthogonal axis of the lateral force resisting system. بمعنى إنه لو إحنا شفنا كده إن أنت عندك لو شفت القطاع ده أو شكل المبنى ده، طبعا ده في الإيه؟ في المسقط الأفقي، هتلاقي إن هو مهماش متوازيين، أو لو شفت في البلان ده هتلاقي إن العناصر المقاومة ليه القوة الزلزالية ما هياش متوازية، زي ما أنت شايف ده رأسي وده أفقي، حلو قوي، بص ده إيه؟ ده مايل هنا وده مايل هنا، وبالتالي إنه لما الـ vertical lateral force resisting element are not parallel ما هياش متوازية حول المحور الأساسي. إذن العناصر المقاومة للقوة الأفقية ما هياش إيه؟ ما هياش متوازية أو ما هياش متماثلة حول المحور الأساسي المقاوم للزلازل، يبقى أصبح أنت عندك دلوقتي plan structural irregularity، وبالتالي يبقى أنت أصبح لازم تعمل dynamic analysis. الحاجة التانية المهمة إنه عدم الانتظام هذا لا يوجد فقط في البلان ولكن ايضا في الفيرتيكال، وزي ما احنا اتعودنا هنقرا الفقره ونروح لصوره توضح الكلام. اول حاجه ستيفنس الريجولاريتي او السوفت ستوري اللي هو الطابق اللين. ايه هو الطابق اللين؟ السوفت ستوري ده هو طابق بيكون فيه اللاترال ستيفنس او القوه او القساوه المقاومة للقوة الأفقية أقل من 70% من الطابق الذي يعلوه، وأقل من 80% 80% of the average stiffness of the three stories above. يبقى إما أن هو يكون اللاترال ستيفنس بتاعته أقل من 70% من الطابق الأعلى له، أو أقل من 80% من متوسط الثلاث طوابق التي تعلو. بمعنى زي ما انت شايف كده، هنقرأ الجملة دي برضو عشان هتكون مهمة بس بعدين. زي ما انت شايف كده ادي عندنا المبنى بتاعنا، فده السوفت ستوري انه الاي الطابق اللي اسمه ايه ده اللاترال ستيفنس بتاعته اقل من 70% من الطابق اللي هو اسمه بي، تمام. وفي نفس الوقت اذا انت حسبت الاي بالنسبة للثلاث طوابق التي تعلو اللي هو البي والسي والدي، هتلاقي ان الستيفنس بتاعته اقل من 80% من المتوسط، يبقى ليه اقل من 80% او بي سي ان دي على 3. طيب باشمهندس حاجة مهمة جدا، في الاتابس كنا بنحسب الستيفنس وبالتالي نقدر ان احنا نشوف هل حصل في الطابق ده سوفت ستوري ولا لا. جميل. طيب اما هنا في الروبوت ما بتقدرش تحسب ستيفنس، ولكن نعمل مقارنه ليس بين ستيفنس او ما بين القساوات، ولكن بنعمل ما بين مين؟ بين الدريفت. طيب والمعروف انه العلاقه ما بين الستيفنس والتشوه او الدريفت هي علاقه تبادليه، وبالتالي قيم ال 70% وال 80% اللي احنا قلنا عليها دي تقدر تعمل حاجه من اتنين، اما ان انت تعكس القيمتين عند استخدام الانتقالات عوضا عن القساوات، او عكس مكان استعمالهما بالنسبه للايه للطابق. يعني بدل ما انت قلت ان الطابق A هو اقل من 70% من B، لا هتقول ان الطابق B اقل من 70% من A، تمام كده، او ان انت تقول ان الA اقل من 1 على 70 اللي هو 1 على 70% اللي هو 1 على 7 من 10 يعني في من الB، او تقول ان الـ A اكبر من 70% من الـ B، يبقى ده حلول كلها. يبقى زي ما انت شايف هنا على الصورة اللي بتوضح حضرتك على اليمين ان الـ K بتساوي 1 على ايه؟ على الدلتا، ان هي مقلوب القساوات، تمام كده. طيب نرجع تاني، حاجة تانية الماس الريجولاريتي عدم الانتظام في الـ A، عدم الانتظام في الكتلة، ان الماس الريجولاريتي شال بي كونسيدر تو اكزيست where the effective mass of any story، لما تكون الكتلة الفعالة لأي دور هي أكبر من 150% من effective mass للأدوار المجاورة أو adjacent story، تمام كده، أكبر من 150% من adjacent story. خلي بالك ملحوظة مهمة إن الروف
إذا كان وزنه خفيف أخف من الطابق الذي أسفله اللي هو الفلور بلو، تمام، يبقى لا تأخذ الروف معاك في الحسابات. إذا كان الروف وزنه خفيف ما بتاخدش، وأخف يعني من الدور اللي تحته، ما بتاخدش الروف معاك في حسابات اللي هو الماس إيه الريجولار. لو شفنا صورة كده بالشكل اللي قدام حضرتك ده، إنه الماس بتاعة البي أكبر من 150% من الماس بتاعة الإيه، تمام كده. دي الصورة اللي هي قدام حضرتك دي، وزي ما انت شايف الصورة برضو دي بتوضح لك انه المبنى او الدور ده كتلته بالاحمر هي اكبر من الكتلة بتاعت الايه، كويس. طيب الحالة التالتة في عدم الانتظام الرئيسي، وهي الـ Vertical Geometric Irregularity، عدم الانتظام الهندسي او الجيومتريك يعني. طيب shall be considered امتى؟ to exist where in the horizontal dimension dimension of the lateral force resisting system in any story، او انه حصل انه ايه بقى، انه البعد الافقي للنظام المقاوم للقوى الافقية، تمام، او القوى الجانبية اللي هي الزلازل والرياح اللي هي الزلازل، in any story اكتر من 130% في الادجيسنت ستوري او الستوري الادوار الايه المجاوره. اذا كانت ده معنى عدم الانتظام في الجيومتري او فيرتيكال جيومتريك ريجولاريتي، اذا كان البعد الافقي للنظام المقاوم للقوى الافقيه اكبر من 130% من الادجيسنت ستوري. بس خلي بالك برضو ملحوظه مهمه، زي ما استثنينا من الويت او من الماس الريجولاريتي الروف اذا كان خفيف اخف من الدور اللي تحته، هنستثني هنا برضو البنت هاوس اللي هو لا تاخذ معاك في الايه في الاعتبار، تمام. طيب نشوف صوره للكلام دوت اللي هو زي ما انت شايف بالشكل ده كده، ان احنا عندنا الريجولاريتي اكزيست ان دايمنشن اوف ايه اوف ذا لاترال فورس ريزيستنج سيستم ات اني ستوري is more than 130% للادجست ستوري. ان انت عندك الادي الستوري دوت القوى الادي البعد الافقي اللي هو الاكس للدور ده اذا كان اكبر من البعد الافقي للنظام المقاوم، احنا عندنا وليكن النظام المقاوم للزلزال اللي هو ده، تمام كده، وبالتالي في الدور ده اكس اكبر من 130% من الواي، اصبح كده ايه، اصبح كده عندك vertical geometric irregularity، تمام، اللي هو زي ما انت شايف هنا كده، ادي دي اي ناقص واحد وادي دي اي وادي دي اي زائد واحد، وبالتالي اصبح انت عندك مشكلة هنا، ادي الاحمر اهو، ليه؟ ده حصل فيه ردود صغير، صح كده؟ اما ده بالنسبة لده حصل فيه ردود كبير جدا، دي اي زائد واحد ده الردود بتاعه كبير جدا، وبالتالي اصبحت انه دي اي اكبر من 1.3 دي اي زائد واحد، اصبح هنا عدم انتظام في الجيومتري، عدم انتظام في الجيومتري، تمام. طيب نروح للحاله الرابعه بقى اللي هو الامبلين ديسكونتينيوتي ان فيرتيكال لاترال فورس ريزيستنج سيستم، او عدم الانتظام في المستوي، او عدم الديسكونتينيوتي عدم الاستمراريه للvertical lateral force resisting element، عدم استمرارية العناصر الرأسية المقاومة للقوى الأفقية في المستوى، تمام كده. طيب an in plane offset of lateral force resisting system element greater than the length of those element، بمعنى انه حدث انزياح في المستوى العنصر ما من العناصر اللي هي مقاومة ليه القوة الجانبية سواء في دور او في اكتر من دور بقى، تمام كده، بيفوق طول العنصر ده مقاسم في المستوى الايه الافقي. لو انا هنا جيت اتكلمت في المستوى الافقي، تمام، يعني البعد الافقي بتاعه اذا كان اتحرك حصل اوفست للعنصر المقاوم للقوة الجانبية او القوة الزلزال باكتر من الطول بتاع العنصر، يبقى اصبح كده انت عندك
vertical irregular. طب عاوزين نوضح الكلام ده، في حاجة جميلة جدا، الشكل اللي قدام حضرتك اللي هو دوت، بمعنى لو شفنا الصورة دي، ده من الـ ASC710 وده هنا في الـ UBC. بيقول لك هنا ايه؟ بيقول لك هنا ان انت عندك الـ regularity exists if the offset is greater than the width or there exists a reduction in stiffness of the story below. بمعنى ان انت عندك ادي ده المفروض ده النظام اللي هو هيقاوم الزلزال بتاعك، حصل له offset واصبح موجود هنا كده، كويس كده. فاذا كان ادي ده البعد اللي هو دي، اذا كان الاوفست اللي هو الاوفست المسافه دي اكبر من العرض بتاع الدي بتاعك، او اللي هو البعد بتاع مين، البعد الافقي، البعد الافقي للنظام المقاوم، اصبح انت كده عندك عدم انتظام. لو شفتها في الرسمه دي في اليو بي سي، قال لك اذا انا عندي دلوقتي ادي الطول بتاعي في الاتجاه الافقي اهو، وحصل انزياح المسافة مقدارها اللي هي دي، تمام كده حلو. فإذا كان الانزياح ده هو أكبر من البعد ده هو، يبقى بالتالي كده أنت عندك عدم انتظام. بس هو بيقيسه منين؟ بيقيسه من هنا، بيقيسه من البداية، فقال لك أدي ده كده واعمل انزياح، تمام كده. وبالتالي أيا يكن، سواء في الـ ASCE 17 أو في الـ UBC 97، بيتكلم نفس الموضوع وهو الانزياح في المستوى للعناصر المقاومة العناصر المقاومة للقوة الجانبية، تمام. طيب طبعا احنا في مشروعنا مش موجود الكلام ده، وما بتلاقيش الكلام ده بيتكرر كتير، يعني الحاجات دي بتبقى special cases جدا، تمام. وكذلك برضو الموضوع ده هو special cases، تمام. طيب الموضوع الأخير بقى اللي هو discontinuity incapacity أو الويك ستوري. الويك ستوري ده دور مقاومته للقص أقل من 80% من الطابق الذي يعلو. ويك ستوري is one in which the story strength is less than 80% أو 80% of the story above، أقل من 80% من الدور الذي يعلو. إيه بقى هو الستور سترينث، او بيسموها متانه الطابق، ستور سترينث هو التوتال سترينث اوف اول سيزميك ريزيستنج اليمنت شيرنج ذا ستوري شير فور ذا دايركشن اندر كونسيدريشن. هو متانه، او هو اجمالي متانه العناصر المساهمه في مقاومه قوى القص اللي جايه على الدور في الاتجاه under construction او في اتجاه الدراسه. خلي بالك السوفت ستوري قال لك انه اللاترال ستيفنس، اتكلم هنا على ستيفنس مش سترينث، قال لك انه اللاترال ستيفنس اقل من 70% من الدور اللي فوق، واقل من 80% من التلات ادوار اللي فوق. وقلنا انه الستيفنس او الكبسه واحده على دلتا، اذا انت ايه، يبقى لازم تعكس المعلومه دي اذا كانت هتتعامل مع دلتا وليس مع الكي او مع الاستفنس. اما الويك ستوري لا، الويك ستوري هنا بيتكلم على انه السترينث بتاع الستوري، او انه التوتال سترينث للعناصر المقاومه لي او المساهمه في مقاومه الزلازل اقل من 80% من الدور اللي فوق، تمام. طيب ادي بالشكل اللي قدام حضرتك ده، جميل كده، ان الويك ستوري زي ما انت شايف كده حصل له دامج، وبالتالي اذا كان فوقه سترونج او فوقه دور قوي، هو الدور القوي بالتبعية حصل له انهيار. ليه؟ لان الدور الضعيف انهار، وبالتالي كل الادوار اللي فوقه انهارت. يبقى اذا انا في الويك ستوري ما يهمنيش الدور اللي تحتي، يهمني الدور اللي فوقي. ليه؟ لانه اذا كان اللي تحتي قوي وانا ضعيف، لو انا انهارت مش هيبقى فيه مشاكل كبيره، تمام كده. اما اذا انا ضعيف واللي فوق قوي، او الدور اللي فوق قوي، اذا انهار الدور الضعيف ينهار تحته جميع الادوار الايه القويه. يبقى اصبح انا يهمني انه الدور بالنسبه للدور اللي فوقه عشان اعرف هل هو
هيستحملوا لا. فقال لك انه اذا كانت الاي اقل من 80% من البي اصبح عندك هنا مين ويك ستوري اهو ده بالشكل ده زي ما انت شايف كده مثلا. وليكن ده النظام المقاوم لزلزال اللي هو مثلا شير وول مثلا وليكن، هتلاحظ ان الفتحات هنا صغيره اما الفتحه هنا كبيره، وبالتالي السترينس بتاعه العناصر المقاومه للزلزال اقل من السترينس العناصر المقاومه للزلزال فوق، وبالتالي اصبح عندك هنا ده ويك ستوري. طيب عاوزين بقى نتكلم برضو على شويه حاجات تانية كده بسرعه قبل ما ندخل في الروبوت، اللي هو الهوريزونتال ديستريبيوشن اوف شير او الهوريزونتال ديستريبيوشن بتاع الشير دوت. احنا الفي اكس، الفي اكس اللي هو الديزاين ستوري شير في اي مبنى ازاي ان انت بتوزعه، قال لك ان هو ديستريبيوتد تو ذا فاريوس اليمنت، بيتوزع على العناصر المختلفه الرأسيه المقاومه للزلازل طبقا لنسبه جساءتها، وكذلك الاخذ في الاعتبار جساءه مين الدفران بتاعك اللي هو Vx shall be distributed to the various elements of the vertical lateral force resisting system in proportion to their rigidities considering a rigidity of the diaphragm. طبعا القوة دي هو الروبوت بيوزعها لك اوتوماتيك، ولذلك بتلاقي عندك القوة على كل عنصر لوحده بشكل طبيعي، يعني انت مش بتتدخل في انك توزع الفورسز او انك توزع القوة على العناصر الرأسية، ولكن هو بشكل اوتوماتيكي بيوزعها طبقا لمين؟ طبقا للجساء زي الكود ما بيقول كده بالظبط. خلي بالك برضو احنا كنا اتكلمنا على الاكسنتريستي 5%، فقال لك انه الماس ات ايتش ليفل، الكتله في كل دور بيمكن او بيفترض بان حصل لها ديسبيسمنت او ازاحه من المكان المحسوب او من السنتر اوف ماس المحسوب بنسبه كام؟ بنسبه 5%. وقال لك انه تاثير هذه الديسبيسمنت اون ذا ستوري شير شال بي كونسيدر، تاخدها معاك في الاعتبار. زي ما احنا هنشوف كده ده الهوريزونتال تورشنال مومنت، الهوريزونتال تورشنال مومنت او التورشنال ديزاين مومنت عموما، التورشنال ديزاين مومنت دوت عند دور معين بيتحسب على انه هو المومنت الناتج عن الاكسنتريستي او الازاحه ما بين الابلايد لاترال فورس. خلي بالك احنا بنتكلم على ابلايد ديزاين، اي حاجه اللي هو القوة التصميميه، يبقى اذا القوة التصميميه الجانبيه او الابلايد ديزاين لاترال فورس عند دور معين ماشي، والعناصر الرئيسيه المقاومه للزلازل بالإضافة إلى الأكسيدنتال تورشن اللي احنا قلنا عليه اللي هو عندنا تكبير للأكسيدنتال دوت في حالة وجود مين؟ في حالة وجود تورشن إيرجولاريتي. يبقى إذن التورشنال ديزاين مومنت أو المومنت أو عزوم اللي التصميمية على دور معين دوت بتنتج من العزوم الناتجة عن الإزاحة ما بين القوة اللاترال فورس او الديزاين لاترال فورس والفيرتيكال اليمنتس او العناصر الرأسية المقاومة للقوة دي بلس الاكسيدنتال تورشن. تمام كده؟ طيب قال لك ان الاكسيدنتال تورشن مومنت شال بي ديترمايند طبقا لمين؟ بتاخد في الاعتبار اللي هو الماس از ديسبليسد ات ريكوايرد سيكشن كام؟ 1636 اللي احنا قلنا عليه. طيب خلي بالك كمان انه التورشنال ايرجولاريتي لو انت موجود عندك تورشنال ايرجولاريتي طبقا للي احنا اتكلمنا عليه قبل كده في البلان تورشنال ايرجولاريتي اللي هو الشكل ده، لو انت عندك تورشنال ايرجولاريتي يبقى انت لازم تعمل تكبير اهو، يبقى لازم تعمل تكبير لمين؟ تكبير للقوه دي. قال لك انه تاثير التورشنال ايرجولاريتي شال بي اكاونتد يؤخذ في الحسابات by increasing the accidental torsion، يبقى لازم تكبر الاكسيدنتال تورشن بامبليفيكيشن فاكتور اللي هو الاي اكس عشان تاخذ تاثير التورشن ريجولاريتي معاك في الحسابات. الامبليفيكيشن فاكتور اي اكس هو الدلتا ماكس على 1.2 دلتا افريج الكل تربيع، بمعنى لو انت عندك مبنى بالشكل ده عندك ادي دلتا اي وادي دلتا بي، وبالتالي الدلتا ماكسيم هي دلتا اي والدلتا مينيمم اللي هي الدلتا بي، وعندك هنا في النص الافريج اللي هو ايه زائد بي على الاثنين، يبقى اصبح انت عندك دلوقتي الدلتا ماكس لو دلتا ايه
وعندك 1.2 دلتا افريج تمام، فتجيب منه الاي اكس. الاي اكس ده خلي بالك يجب ان هو لا يقل عن 1 ولا يزيد عن 3. قال the value of x needn't exceed 3، لا يزيد عن 3. ايه هو الدلتا ماكسيم؟ اللي هو ماكسيمم ديسبيسمنت ات ليفل اكس. والافريج ده او دلتا افريج اللي هو الافريج ديسبيسمنت ات اكستريم بوينت اوف ذا ستراكشر، عند نقطه محدده في الايه في المبنى. طيب بص كده يا باشمهندس، ادي عندنا الابلايد فورس اهو، وادي عندنا السنتر اوف ماس، وادي عند الدلتا ماكس، وادي الدلتا مينيمم، وادي الدلتا الافريج بتاعي. طيب هو انا ليه اصلا باخد الامبليفيكيشن فاكتور او امبليفاينج اكسيدنتال تورشن؟ ليه انا بكبر الاكسيدنتال تورشن دوت؟ قال لك انه نتيجه التورشن ريجولاريتي ايه اللي بيحصل لما القوه بتدخل او بتاثر عندك، بيبتدي يحصل عندك ايه دامج، او نتيجه التورشن بيحصل عندك دامج في بعض العناصر المقاومه للزلزال، وبالتالي بيبتدي يتخلق او يتكريت نيو سنتر اوف ريجيديتي، اللي هو سنتر اوف ريجيديتي جديد. السنتر اوف ريجيديتي ده لازم تاخد تاثير او تورشن اكسنتريستي دي، اللي هو ادنج تورشن اكسنتريستي معاك في الايه في الحسابات بتاعتك عشان تعمل لها اد، عشان كده بتدخل في موضوع الامبليفيكيشن فاكتور اللي هو الاي اكس. طيب كده نكون احنا خلصنا الجزء النظري، ان شاء الله المرة اللي جاية نبتدي نطبق الكلام دوت بقى على الروبوت، ونبتدي نشوف التأثيرات بتاعتنا وازاي نطلعها بالاكسل شيت والروبوت. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.